يبقى الإنسان المحور الأساسي للعمل الخيري. رأى مؤسس الدولة رحمه الله أن الإنسان خالد بعمله فقط، فالعمل أهم من الثروة، وإن الإنسان أساس أي عملية حضارية، واهتمامنا به ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ولأن تمكين الإنسان وسعادته كانت وما زالت الفلسفة الأساسية التي قامت عليها دبي القابضة. في عام زايد نفتخر بإطلاق مساعي الخير بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لإصلاح منازل العشرات من العائلات الإماراتية في دبي وتوفير كافة مقومات الراحة في منازلهم. نجدد لهم بيوتهم، لأن المدن والشعوب السعيدة قصص تبدأ من البيوت.